مؤسسة الصيانة الصناعية بكنس التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية. الدور ديالي هو سير إداري للمؤسسة وكذلك الصهر وتدبير إنجاز الصيانة الصناعية لأسطول المعدات المتحركة وإنجاز المشاريع السنوية لإعادة هيكلة وتجديد أسطول المعدات. كيف ما كتشوفوا أنا كنت واجد مع مجموعة من السككيين في مقر العمل ديالنا. هذا العمل الميداني اللي كيخلينا نخرجوا من المنازل ديالنا ونلتحقوا بمقرات العمل ديالنا هو نابع أولا من الواجب الوطني اللي كيتحتم علينا نقوم به ونساهموا به في المجهودات الوطنية للحد من التبعات الاقتصادية لانتشار جائحة كورونا. رئيس مؤسسة قطاع السريعة منتمي لقطاع الصيانة المحدث. حكم طبيعة العمل ديالنا فاحنا كنضطروا نوصلوا مهمة صيانة القطاع السريعة اللي كتربط بين الدار البيضاء والقنيطرة والجديدة والسطاتس، وذلك لتلبية احتياجات السفر الضرورية للمواطنين المغاربة. بخصوص الوضعية الاستثنائية واللي غتكون ان شاء الله مؤقتة، من واجبنا بطبيعة الحال نتأقلموا معها، ضروري نتحلوا على بعض العادات. فمثلا طقوس الجولة الصباحية على مختلف المشاغل المطبوقة بالسلام ومبادلة التحية مع الزملاء مؤجلة حاليا مع الاكتفاء بالإشارة من بعيد.